السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله بخير وبصحة وعافية. اليوم يا جماعة الخير راح نتكلم عن قصة شوي جذبتني. القصة هذه أول ما قريتها قلت هي هذه بيلها يوتيوب حرفيا. في الدنيا هذه بما أن حنا مسلمين مؤمنين بالقدر خيره وشره، وبرضو كثير منا يؤمن بالحب، لأن معروف أن الحب، لأن المال والبنين زينة الحياة الدنيا. ما أدري هي لها دخل، بس أتوقع أن الحب والمال والبنين كلهم يجتمعون مع بعض. قصتنا اليوم فيها قدر وفيها حب وفيها مرجلة وفيها قوة حرفيا بشكل مرة كبير. فقبل ما نبدأ في مقطع اليوم، لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان نحب بعض كذا وتكون أمورنا مرة حلوة. والشيء الثاني برضو عشان يزيد الحب، لا تنسى تتابعني في السناب وفي الانستغرام، هذا الانستغرام وهذا السناب. لا تنسى تتابعني، ها؟ ما راح أقول ميد أحد. ويلا خلنا نبدأ في قصة اليوم. قعدت أفكر قبل ما أقول هذه القصة كيف راح أخلي قصة اليوم تكون قصة حلوة. قررت أني أنا أتقمص الشخصية هذه وأعيش داخل الشخصية هذه كني أنا صاحب التجربة. كنت في يوم من الأيام، كنت الله يسلمكم توني مخلص دراسة الثانوي، قررت أني أدرس برا وبالتحديدا في باريس. قلت ليه ما أروح أطور نفسي وأدرس في باريس، والله وأقدم أوراقي وأقدم كل شيء ويقبلوني أحد الجامعات الموجودة في فرنسا بالتحديدا في باريس. وأصلا كنت قاعد أفكر ذاك اليوم، قلت ثانوي ما راح تخليني يعني متطور بشكل مرة كثير، لازم أحصل شهادات كثيرة. فقررت أني أخذ البكالوريوس. المهم أني حزمت الأمتعة حقتي وشلت أغراضي كلها، شلتها من إلى، وخلاص رحت انتقلت إلى باريس. وصلت بالطيارة، سكنت في أحد الأماكن الموجودة هناك وعشت في المكان هذاك. المهم أول ما وصلت باريس كانت الأجواء باردة نوعا ما، كانت باردة الأجواء هناك، فتحسفت أني حرفيا ما جبت معي ملابس شتوية ألبسها هناك. قلت ليه ما أروح لسوق تجاري في أحد المناطق هناك وأشتري منه ملابس شتوية. المهم في طريقي إلى المركز التجاري هذا كنت قاعد أكلم أمي وأسألها عن أحوالهم. قالت لي إن أختك أفنان جابت بنت الحمد لله وأمورنا مرة حلوة وحنا مستنسين داخل البيت. هنا عاد اكتملت فرحتي بشكل مرة كبير، قلت أختي جابت بنت وهلي مستنسين بالمولود الجديد، وأنا الحمد لله راح أجتهد وأرجع لهلي بكامل صحتي. والله واصل السوق ووقف سيارتي وقفل وانزل مستانس. في اللحظة اللي نزلت فيها من السيارة واصطدم في شخص حرفيا، كنت انا ماني منتبه له بس عرفت انها بنت من نبرة صوتها. قلت لها انا نو بروبلم، يعني الموضوع عادي. نظرت كذا فيني بتعجب وتمعنت النظر زيادة وزيادة وقالت انت سعودي؟ قلت لها ايه، ويا ليتني ما قلت لها ايه. صارت تبكي بقوة وقاعدة تصايح تقول تكفى ساعدني أنا بأمثل حاجة لك. أنا هنا استغربت وهي قاعدة تقول تكفى أنا أختك ومن لحمك ودمك وأنا من السعودية، مع ارتفاع صوتها وهي قاعدة تقول تكفى اسمعونا الناس. وحسيت أني أنا في موقف محرج والناس قاعدة تشوفني تقول وش صاير مع الشخص هذا ومع البنت، أكيد في مشكلة، أكيد أنه مزعل البنت هذه. فانحرجت من الناس اللي حولي هذولي ومن نظراتهم المخيفة حرفيا. فقلت لها خلاص ما يصير خاطرك إلا طيب، أمورك إن شاء الله أنها كلها حلوة، اسكتي وخلينا نطلع من المكان هذا وإن شاء الله اللي تبغينه راح يصير لك، بس خلنا نطلع تكفين. المهم طلعنا من المكان هذاك وأنا كنت حرفيا في حيرة من أمري، البنت هذه وش قصتها وش موضوعها؟ لا يكون البنت هذه تبي تتبلاني. المهم وصلنا إلى كافي وعطيتها موية وهديت من روعها وكانت الأمور مرة حلوة. قلت الحين راح أسمع قصة هذه البنت. أول شيء قالت لي أنا بنت من السعودية وأبوي ساكن في السعودية، وأبوي شخصية يعني معروفة في السعودية، أتوقع أنه تاجر أو شاغل أحد المناصب داخل السعودية، وأبوي بسبب انشغاله في أموره والترقيات والفلوس والانتدابات نسى عياله حرفيا. أنا جاء في راسي قلت من الأبو اللي يقدر يجحد عياله؟ من الأبو اللي ممكن يسحب العياله كذا وخلاص ينساهم للنهاية؟ تلقفت في موضوعها وقلت يعني أبوكم ما كان يعطيكم فلوس؟ قالت إلا أبوي كان يكب علينا الفلوس كب، كان يعطينا يمين ويسار
وما قصر معنا من ناحية الفلوس، بس كان يعتقد ان الفلوس هي كل شيء، وما يدري ان هذه الفلوس هي اللي ظلتنا وهي اللي خلتنا نوصل لهذه الحالة. وقعدت تسولف لي تقول ان هذه الفلوس ضيعتنا وخلتنا نسلك طرق حرفيا ما ابغى اقولها، طرق مرة صعبة. وقالت عبارة حرفيا تعبت قلبي، قالت يا ليتك يا يبا ضيعت فلوسك في تجارة وضيعت منصبك ولا ضيعت عيالك. أنا حرفيا الكلام هذا أثر فيني بشكل مرة كبير. أنت تقول أن أبوي ضيعنا وكان يعطينا فلوس ونسانا من كثر ما يعطينا فلوس، وجعني قلبي حرفيا وقلت الحمد لله على النعمة اللي أنا فيها. وأنا استغليت الموقف هذا قلت ليه ما أروح أجيب لها أكل من أحد الكافيهات هذه اللي جنبي عشان تهدى إذا كلت وتكون أمورها حلوة. انطلقت لأحد المحلات الموجودة وحصلت محل يبيع دونات وجبتها لهذه البنت وقدمتها لها، وجيتها بكل أدب قلت لها سمي بالله وكلي هذا اللي قدامك وبإذن الله بعد ما تخلصين راح أحل مشاكلك بإذن الواحد الأحد. نظرت لي كذا وقالت لي شكرا وابتسمت ابتسامة حرفيا أدخلت السرور إلى قلبي. قلت حسيت أني قدرت إنسان وكان في أمس الحاجة لي. قعدت أناظرها وهي قاعدة تاكل ودخل خيال كذا في مخي، قلت يا أخي بنت أبوها فرط فيها. بعد ما خلصت أكلها قالت الحمد لله والله يعطيك ألف عافية يا أخوي. وقعدت حرفيا بعض الوقت في حيرة من أمري، قلت كيف أفتح الموضوع مع البنت هذه وأبدأ أسولف معها وأعلمها كل شيء. قلت لها تراك أنتي مثل أختي وأي شيء تحتاجينه أو أعرف أن أي شيء راح يسعدك راح أسوي لك. مثل ما أنتي عارفة أن ربي من علينا بالإسلام، والإسلام هذا هو الدين الحق اللي قاعدين نتبعه، فهو دين ندين الله به، والدين هذا يخلينا نعيش في سعادة ونرحم اللي حولنا ونكون في أتم الطمأنينة، وإن الله خلق النفوس هذه ويعرف كيف يدبر أمرها، وإن الله أمرنا بفعل الخيرات وترك المنكرات. في نهاية كلامي قلت لها فمن أطاع الله ربي راح يسعده، ومن نكر وكفر ربي راح ياخذ منا كل النعم. قلت لها راح أسألك سؤال، هل ربي يقدر يدخل الناس كلهم الجنة؟ قالت إلا ونعم بالله. وقلت لها طيب ربي ليه خلق النار؟ قالت عشان يعرف من يطيعه. قال بما إن قلنا الكلام هذا كله وفقتيني الرأي، أجل من نطيع الآن، الله ولا نطيع الشيطان؟ قالت ونعم بالله أكيد راح نطيع الله. كلامي هذا كله كان بداية عشان أقدر أخفف عليها ألمها هذا. قلت لها يعني بما إن ربي هو اللي يهمنا في الدنيا هذه كلها فأجل ما يهمنا كلام الناس نهائيا، فأي شيء راح أسويه راح أسأل نفسي هل هذا يرضي ربي أو ما يرضيه. إذا كان يرضي ربي راح أسويه، إذا كان يرضي ربي ولا يرضي الناس ما علي في الناس. في اللحظة هذه اللي كنت قاعد أطرح عليها بعض الأسئلة استغربت من ردة فعل البنت إنها قاعدة تصيح وقاعدة تشاهق. في هذه اللحظة أدركت إن البنت لينة القلب وقلت راح أستمر عليها بالكلام. في لحظة بكائها هذا قلت من أكثر شخص تحبينه في هذه الدنيا؟ نظرتني باستغراب وقالت لي أمي. قلت لها ليه اخترتي أمك؟ قالت لأن أمي تعبت علي ودارتني وأنا صغيرة وكانت تهتم فيني من أول ما طلعت على الدنيا، فأنا حبيت أذكرها بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. قلت لها يا بنت أنت تحبين أمك عشانها سوت الأشياء هذه كلها؟ قالت لي إيه. قلت لها طيب وش رايك باللي جاب أمك على الدنيا هذه وأغناك وخلاك جميلة وعطاك في الدنيا وخلاك تتنفسين وعطاك الصحة والعافية؟ وقمت أذكرها بنعم الله. قلت تخيلي أنك عمياء، أو تخيلي أنك ما تتكلمين، أو تخيلي أنك ما تشمين أو ما تسمعين، تتعبين صح؟ الدنيا هذه كلها ابتلاء. المهم بعد ما طال الكلام تأكدت أن البنت هدت حرفيا، وبعد ما قلت لها إن ربي يستجيب الدعاء وإن ربي غفور وإن ربي يحب العبد اللي يذنب ويتوب مو اللي يذنب ويكابر بالمعصية. بعد هذه الكلمة حرفيا هدت. وفي شيء دائما أنا أقوله، إسلام من علينا بكلمة اسمها القدر، خيره وشره. حرفيا الكلمة هذه أو الخاصية هذه
تخليك ترتاح لما تصير لك أشياء وأوجاع وأتعاب. إذا قلت إن هذه خيرة من ربي، أقسم بالله العظيم إن ربي راح يعوضك أشياء كثيرة. ما نبغى نقطع كلامنا ونكمل القصة. المهم حسيت إني طولت مع البنت هذه وجاء الوقت اللي لازم أرجع فيه. قلت لها يا بنت أشوفك فمان الله ومع السلامة. قالت لي البنت ما راح تقعد معي زيادة ولا راح تقدم لي المساعدة بعدين. قال لها إلا، قال لها أنا ساكن في حي سانسيلا في بيل في سويتس ورقم غرفتي 427. المهم قلت لها الكلام هذا كله وأطلع وأركب السيارة. وفي شيء نسيت أقوله لكم، إن هذه القصة قديمة برضه. وأركب السيارة وأرفع القزازة وأشغل السيارة إلا في شخص بكل لطف قاعد يطق القزازة. التفت ساري إلا هي البنت، قدمت لي الدونات وقالت جزاك الله خير والله يعطيك ألف عافية. المهم أنها مرت الأيام ومرت الأسابيع. في اللحظة هذه كانت عندي اختبارات في الجامعة، انشغلت في بعض المواد الصعبة وكان تفكيري كيف أطلع دائما بمعدل عالي في هذه الجامعة. المهم نسيت أمر البنت هذه نهائيا لأن كان عندي مواد ثقيلة وضغوطات نستثني كل شيء. في لحظة خروجي من الشقة فتحت الباب وأنا طالع اللي حصل تحت رجلي ظرف حق رسالة مو مكتوب عليه أي شيء من برا. حطيت الظرف رحت روشت خلصت أموري، بعدها قعدت على السرير وفتحت الظرف هذا. وأنا أفتحه حسيت أن الظرف هذا فيه أوراق كثيرة، وطاحت عيني على اسم المرسل أختك اللي ساعدتها في السوق. فقلت يا ساتر والله أني نسيت البنت هذه. فقلت يا ساتر البنت هذه حرفية من زمان عنها نسيتها، وش أحوالها وش أخبارها وش صار عليها. وأصلا كنت متحمس أشوف وش أخبار البنت هذه. المهم خلني أقرأ لكم الرسالة المكتوبة. كاتبة أشكرك يا أخي على لطفك، لو فعلت ما فعلت لن أوفي لك حقك. كاتبت له أعلم يا أخي الفاضل أني راح أقول كلام راح يضايقك الآن، بس يا أخي لازم أكون معك صادقة ولا ألف ولا أدور. قالت له قبل ما أجي إلى فرنسا اقترفت بعض الذنوب والمعاصي، في ذيك الأيام كنت شديدة البعد عن الله حرفيا. قالت للأسف هذا بسبب الترف وبعد الرقيب عني. قالت له وقالت قد تتعجب لما أقول لك أحبك لأني نطقت الكلمة هذه لناس كثير، وأنا في باريس تعرفت على شابين بس، وكنت حرفيا ذيك الأيام أبحث عن شيء اسمه سعادة. وقالت لا تستغرب من كلامي لأن صدق ما حد قد قال لي إن هذا الشيء خطأ مثل ما أنت وضحت لي. وأمس وأنا جالسة أختي جابت لي بطاقة قالت هذه دعوة من أحد أصدقائنا الفرنسيين وإن هذه الدعوة مخصصة لأحد أعياد الميلاد. المهم إن أختي ألحت علي قالت لازم تجين لأن في شخص في هذه الحفلة أنا معجبة فيه وأبغاك تشوفينه. وحرفيا كانت الرسالة طويلة، بس بعد ما شفت مقدمة الرسالة هذه قلت لازم ألحق على البنت قبل ما تسوي أي شيء. وفي آخر الرسالة كانت مسجلة إيميلها وعنوانها اللي هي ساكنة فيه. في اللحظة هذه أنا تذكرت أبوها قلت يا الله يا ساتر وش الأبو هذا اللي ضيع عياله وخلى عياله يوصلون للمرحلة هذه. المهم بعد ما قرأت الرسالة هذه أنا رميت الرسالة على السرير وعلى طول قررت أني أكتب لها رسالة على الإيميل، وقعدت أذكرها بالله سبحانه وتعالى والجنة والنار. وارسلت لها الرسالة هذه وعلى الساعة ممكن 10 وصلتني رسالة على الإيميل. وحرفيا الإيميل هذا ما كانت تجيني منه إلا الرسائل من أهلي ورسائل من البنت هذه. كنت مستعجل كذا فتحت الإيميل إلا أشوف الرسالة من البنت هذه وكاتبة لا تخاف أنا عزمت أمري وما راح أروح، ولكن المصيبة الكبرى أني خايفة على أختي وأختي تبغى تحضر هذه الحفلة. أما أختك راح نقدر نساعدها أنا وياك ونطلعها من الغفلة هذه. فالمهم قمت أرسل لها يعني بعض الأحاديث وأرسل لها بعض المواقع الترفيهية عشان ما تقعد طفشانة. وقررت أني أرسل لها بعض الكتب، بس قلت كيف راح أرسل لها بعض الكتب وأخاف أني أروح لمكان بيتها. قلت ليه ما أرسل لها عن طريق اللي هو مكاتب الشحن أو مكاتب التوصيل. قلت خلاص بكرة أول ما أطلع من الجامعة أخذ الكتب هذه وأروح المكتب التوصيل وأرسلها لها، وكان عندي عنوانها وأروح المكتب التوصيل وأحط عند الكتب وأقول له أن هذا العنوان. ناظر فيني الموظف كذا بكل استغراب قال العنوان هذا ترى قريب، وش عندك تبي ترسل هذا الشيء إلى العنوان القريب هذا؟ قلت له يب أبغى أرسله أنا ما أبغى أوصله
قال لي خلاص تمام، عطني عنوان سكنك بالضبط. خذ عنواني وسجله عنده وخله. عاد دفعت الرسوم حقت التكاليف وكل شيء وطلعت من المكتب هذا. المهم اني رجعت لبيتي وحطيت راسي، بعد نص ساعة الا باب البيت يطق. قلت غريبة، من الشخص اللي راح يجينا في هذا الوقت؟ فقمت انا بفتح الباب، الا الشخص اللي قدامي يقول لي انا من المباحث وانت مطلوب الان وراح تروح معنا مركز الشرطة. قلت له انا وش سويت وليش اروح معك؟ قال هذه التعليمات، اذا رحت مركز الشرطة راح تفهم كل شيء. المهم احس ان القصة طولت بشكل مرة كبير، راح يكون لها تكملة ثانية حرفيا. اذا عجبتكم قصة هذا اليوم اكتب لي تحت في الكومنتات، او نوصل 10,000 لايك وراح انزل القصة الثانية على طول مباشرة، لاني احس اني طولت وانا قاعد اسجل القصة هذه، مدتها الان ساعة و10 دقائق وانا تحت تسجيل والريكوردينج.